يوجد أحد في اليهود في النصارى يعبد الله سبحانه وتعالى بالغنى بالرقص. تعوات رمبوة الله عن عبادة ليشا إيش لقرت يا خلغوا لرتاني تع ديغ تاني. عبادة الله سبحانه وتعالى تكون بالدعاء بالصلاة. عبادة مو خلديش دو الله عن خلديش دعوني لامس تاني يا دعاء در تاني. بالصيام بالحج. مارق أبرت حج درت إدون عبادة. أما الرقص. يا عديق تاني حقيس بوشاحة خلغوا ألرا الغنى يا إيش الوقش يتحد نزل هذا لم يكن في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا بيمري شريعة تعد خلق داتعون ولا في شريعة حتى اليهود والنصارى دلا على بيمري شريعة تصونغا يا إيودي يا خريستيان شيء تخلوني